ربنا 40 جنيه ورا بعض ازاي يا شباب؟ يا اهلا وسهلا اهلا بكم على زمان. 40 جنيه حلاوه شاكرين. كرسي هنا للحاج يا كرسي ليه؟ مش محتاج كراسي لا مؤاخذة تريح رايح لا ريح لي لا مؤاخذة خمس دقايق وقعدتك على الله لا ده حضرتك هتقعد معانا شوية يعني عشان ايه؟ يعني لغاية ما نمضي العقد العقد بتاعي ايه؟ بص في الأخ أهو بيخلص إمضة عقد أهو وخارج قدام حضرتك ده واخد ولا مؤاخذة ربع كيلو لحمة ربع كيلو لحمة يمضي عليه عقد؟ أيوة يا سلام ما هو حقه حقك حضرتك احنا أول مرة نسمع الكلام ده ما شفناهاش قبل كده وما جتش في قرايه قبل كده عمرك انت ما طبخت حته لحمه ونشفت كده كده تجي تعضها ما تعضتش انت يحصل لما بتنشف تيجي تعضها تتعض بالظبط تتعض لا ما تعضش جميل لما تديك حته لحمه حلوه وتروح عضدها وتاكلها بهنا وشفا تبقى تفرح بيا ربنا يكرمك صح ده اللي بيحصل ده الكلام بدعي للجزار صحيح لا مؤاخذه اللي باكل منه حته لحمه بتيجي على المزاج انا عايز افيدك فانا بكتب لك عقد عشان تضمن ده لا ما بكتبش انا عقودات لا مؤاخذه اكتب يا ابني يقر الطرف الاول انه باع للطرف الثاني عدد 2 كيلو لحم ضاني مشف لباني ذبح المذبح وبها جميع الاختام الخاصه ده كلام ده هو اللي قاعد في سيرك الموظف كلام اول مره نسمعه بتقول ايه يا حاج خلصت يا عم وان نسبه الدهن بها لا تتعدى 10% يا سلام 10% نسبه الدهن وذلك مقابل مبلغ 40 جنيها مصريا دفعت نقدا امام الشهود ويحق للطرف الثاني اذا ظهر اي ايه دي اذا ظهر له اي غش في النوع او الوزن ان يسترد نقوده ويعيد اللحم الى الطرف الاول سواء كان نيا او مطبوخ شفت لما قلت لك حضرتك لو الحله انت بتاكل حته لحمه جيت تعض ما عضتش ولقيتها ناشفه رجعها لي بشوربتها بغيتها صح؟ يا سلام ايه الكلام الغريب بتاعك؟ مش قلت لك ده قبل كده؟ هرجع لمؤاخذه اللحمه اللي حليتها لمؤاخذه عندك هنا واقول لك اللحمه مش مستويه او ما استوتش يا عم قول كلام معقول يا عم عشان تخش الدماغ هي صعبه يعني حضرتك لما ترجع حاجه ما هو كلام عارف لو قاصرين كلها بالطريقه دي عليها طلب عليها كل لحمه خالص خليه يحط بقى امضته يلا يا عم خلص لي مضينا يا عم خلاص في حاجه تاني؟ لا مفيش اي حاجه طيب يا عم ماشي مفيش اي حاجه خد العقد يا عم مشيني عشان انا وجعاني شويه طيب الف لا باس يا عم مشيني حضرتك ولا مؤاخذه باذن الله كده تشرفنا الساعه 8 الصبح عشان ايه؟ عشان في المحامي هيجي بقى يقابلك وياخدك يطلع بيك على الشارع العقاري يوثق العقد يا عم انا مش فاضي في ايه؟ يا عم خلصت يا